صلى الله عليه وسلم في مختلف المسابقات الدولية والوطنية. شكرا سيد رئيس أهل المساعدة والسيد صورة للذكرى والتاريخ مستمر. شعور رائع ويعني تحس روح يعني تحس روحك يعني حافظ القرآن هكذا، بس عندك مكانة خاصة في المجتمع والحمد لله على هذه النعمة. هذا شرف عظيم بأن أتوج بحفظ كتاب الله العظيم، أسأله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته علي وأختم قرآني العظيم وأن يلبس أبوي تاج الوقار الذي ضوءه مثل ضوء أشعة الشمس. شعوري جيد جدا بمسابقة الحديث لأني حفظت 200 حديث النبوي الشريف وهذا يشرفني لقاءكم اليوم. يعني كانت احتفالات يعني ممتازة لأن الكثير حفظ كل القرآن الكريم وتم تكريمهم سواء شابات أو شبان. هذا الاحتفال إن شاء الله راه احتفال مزدوج بالاحتفال تاع 17 أكتوبر وكذلك بالمولد النبوي الشريف.